لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبا كبار، الحمد لله رب العالمين، ها نحن اليوم في مزرعة الأضاحي، جئنا لنعاين هذه الأضاحي التي ننوي تنفيذها في عيد الأضحى المبارك، نيابة عن مؤسسة نقاب سكواد ونيابة عن الشعب الإندونيسي العظيم الذي سينوي إن شاء الله تنفيذ مشروع الأضاحي في قطاع غزة. وكما تعرفون أن غزة يا كرام الآن تعاني الويلات بسبب الحرب الإسرائيلية الغاشمة. هناك الكثير من البيوت والنازحين الذين نزحوا عن بيتهم بسبب الحرب الإسرائيلية التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة على أهلنا في قطاع غزة. لذلك نحن في أرض غزة العزة نناشد إخواننا في دولة إندونيسيا وشعب إندونيسيا العظيم أن يقف مع إخوانه المحاصرين في قطاع غزة بمشروع الأضاحي بإذن الله سبحانه وتعالى. من أرض فلسطين، من الأرض المباركة، من أرض الإسراء والمعراج، نقول لكم كل عام وأنتم بخير، كل عام وشعب إندونيسيا العظيم بألف خير. بارك الله فيكم، تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله.